تحية طيبة للجميع. في هذا الفيديو غادي نهضروا على مسافة 800 متر 800 meters، المسافة اللي كتعرف جوج دورات على حلبة السباق، يعني ذلك كيفاش غادي نفرقوا الجهد في جوج دورات. وقبل ما ندخلوا في المسائل التقنية غنحاولوا نفهموا المسائل العلمية اللي غتساعدنا باش نفهموا داكشي اللي غيجي من بعد. كاين ثلاثة ديال المصادر الطاقية كيستعملها متسابق ديال 800 متر. المصدر الأول هو لا فيليير انرجيتيك انايروبي الاكتيك، ويعني ذلك ببساطة إنتاج الطاقة بدون أكسجين وبدون حمض لبني. هذا النوع من الطاقة تكون في الأول ديال السباق، لأن الجسم تكون مخزن واحد الطاقة في لي ميوسكل ديالو، في لي ريزيرف ديالو، طاقة موجودة باش تحرق بدون مجهود كبير، وهي نفس الطاقة اللي كيستعملو عدائي المئة متر. هاد الطاقة كتكون محدودة عند أمطار قليلة، تقدر تبقى حتى ديك 17 ثانية من المجهود، ولذلك فالعداءون تينطلقوا بواحد السرعة كتكون سرعة مرتفعة في الأول ديال السباق، لحقاش عندهم دي ريزيرف تياخدوا منهم الطاقة. المصدر الثاني ديال الطاقة اللي كيستعملوا عداء ديال 800 متر هو لا فيليير انرجيتيك انايروبي لاكتيك، انتاج الطاقة بحضور الحمض اللبني. الرئة ديال العداء كتدخل الاكسجين، القلب كيدخل الاكسجين الى باقي العضلات باش تكون هناك سرعة، لكن في حدود سرعات معينة الاكسجين غير كافي، فهنا الجسم كيخدم ذكي باش تزاد السرعة كيحرق طاقة داخلية، وهذا التفاعل الكيميائي كيعطي الحمض اللبني، تفاعل بدون اكسجين. وهذا المصدر الطاقي تيشكل من 60 حتى 70% بالنسبه للعداء ديال 800 متر. وفي المجهود الكبير اللي تكون قل من جوج دقائق هو الحال ديال سباق 800 متر، فالحمض اللبني كيوصل لواحد الماكسيموم كبير، تيوصل لواحد الدرجه قصوى، والحمض اللبني للاسف تيخدم كالفراميل، كواحد الفران تيتقل الجسم في الامطار الاخيره، ولذلك فعداءه 800 متر اغلبهم لا فيتاس ديالهم، السرعه ديالهم كتنقص في 100 متر الاخرى. والمصدر الثالث ديال انتاج الطاقه غتكونوا عرفتوه بطبيعه الحال، اللي هو لا فيليير ايروبي، انتاج الطاقه بتواجد الاكسجين، واللي كتشكل تقريبا 30% من المصدر الطاقي ديال العداء ديال 800 متر. كما قلنا القلب يضخ الاكسجين الى الاعضاء، الى العضلات، باش تكون هناك سرعه. هاد الشرح هذا ماشي باش نعقدوا الامور، ولكن باش نفهموا داكشي اللي جاي. اسرع من جرى 800 متر في التاريخ لحد الساعه هو دافيد روديشا الكيني، عداء قوي، دقيقه 40 91 جزء من المئه، الوحيد اللي نزل على حاجز دقيقه 41. السؤال المطروح هو واش كاين شي واحد يقدر يجري اقل من دقيقه 40؟ باش تكون هاد القضيه ممكنه عندنا جوج ديال الدورات، كل دوره العداء خصو يدير فيها اقل من 50 ثانيه، الدورة الأولى أقل من 50 ثانية، الدورة الثانية أقل من 50 ثانية، 50 و50 كتعطيك دقيقة و40. ولكن من الناحية العلمية باش تحطم الرقم القياسي العالمي ديال مسافة 800 متر، علميا خصك تجري الدورة الأولى أسرع من الدورة الثانية. الدورة الأولى كتكون سريعة، تيكون ستوك ديال الإنرجي موجود، الفيليير أنايروبي ألاكتيك، كتعطيك سرعة باش تقدر تمشي. ثم في الدورة الثانية كيبدا الحمض اللبني يتكاثر، كما قلنا الحمض اللبني كيعطيك أن فريناج ديال الكور، الأتليت تيبدا يعاني والفيتاس ديالو كتقل. شفنا هاد المسألة مع روديشا فاش حقق الرقم القياسي العالمي ديال كل الأزمنة، الدورة الأولى كانت في 49 ثانية 28 جزء من المئة، والدورة الثانية كانت في 51 ثانية 63 جزء من المئة. نفس الشيء بالنسبة لويلسون كيبكيتر، الدورة الأولى في 48 ثانية 10 أجزاء من المئة، والدورة الثانية في 53 ثانية 15 جزء من المئة. لو قدر شي عداء أنه يجمع ما بين الدورة الأولى ديال كيبكيتر والدورة الثانية ديال روديشا، غيقدر يدير أقل من دقيقة 40، بمعنى أنه عداء سريع في الدورة الأولى، وعداء عنده النفس الطويل وتحمل الحمض اللبني. وهاد المسألة غادي نزيدو نفهموها ان شاء الله فاش غادي نهضروا على تفريقات الجهد. نهضروا دابا على الارقام القياسيه المسجله في تاريخ 800 متر واكبر العدائين في تاريخ هذه المسافه هذه. نبداو من السبعينات، العداء البريطاني الكبير سيباستيان كو، اول عداء في التاريخ كيجري اقل من دقيقه 43. الرقم القياسي العالمي اللي سجلوه في 1973 كان هو دقيقه 42 33 جزء من المئه، ثم سنتين فيما بعد غيرجع في 1981 ويحطم الرقم القياسي ديالو الشخصي، دقيقه 41 ثانيه 73 جزء من المئه، هو اول واحد يهبط على حاجز دقيقه 42. وهذا الرقم اللي كان رقم في ديك الوقيته رقم خارق للعاده، وغيصمد لسنوات كثيره تقريبا 16 سنه حتى يجي الظاهرة ويلسون كيبكيتر اللي من أصول كينية كيجري بألوان دنماركية، يحطم الرقم القياسي العالمي ديال سيباستيان كو اللي بقى 16 عام، دقيقة 41 24 جزء من المئة، ثم يرجع فيما بعد وغيعاود يحطم الرقم الشخصي ديالو، دقيقة 41 11 جزء من المئة، وغيزيد يصعب المأمورية ديال هذا الرقم، وغيصمد الرقم لسنوات كثيرة 13 سنة تقريبا. وفي حد ذاته كان رقم خارق للعادة، وبقى السؤال المطروح واش كاين شي واحد يقدر يجري أقل من دقيقة 41؟ حتى يجي عداء من كينيا كذلك، دافيد روديشا، ظاهرة ألعاب القوة الكينية.
الوحيد في التاريخ اللي ينزل على حاجز دقيقة 41، غيدير دقيقة 40 91 جزء من المئة. في حد ذاتهم العداءون الذين نزلوا على حاجز 42 ثانية هم قلائل، كاين خمسة العدائين فقط، وحاجز 43 ثانية كاين 39 عداء. بالنسبة للمغاربة، أمين العلوف في المرتبة 57 كأحسن عداء في تاريخ المسافة، وهناك المغربي محجوب حيدة مرتبة 74، والأسطورة سعيد عويطة في المرتبة 115. نرجعو لمسألة تفريقة الجهد، وغنمشيو عند بطل العالم في 2017 بيير أمبرواز بوس، واللي المدرب ديالو نشر الأرقام اللي دار في مجموعة من السباقات، وغنحللو هاد الأرقام هادي باش نفهمو الأشياء اللي هضرنا عليها في الأول ديال الشريط. 200 متر الأولى عند بيير أمبرواز ديما سريعة، ونرجعو للمسألة اللي هضرنا عليها اللي هي لافيليير أنايروبي ألاكتيك، الطاقة موجودة كتكون السرعة كبيرة. 200 متر الثانية كتبدا لافيتاس تنقص واحد شي شوية. 200 متر الثالثة لافيتاس تقريبا شبه مستقرة، ثم في 200 متر الرابعة لافيتاس ديال العداء نقصات، وذلك بسبب تراكم الحمض اللبني. غنزيدو نفكو الشفرات ديال هاد الكرونو، ونزيدو نقسمو هاد المسافة هادي الأجزاء، 8 ديال الأجزاء، 8 ديال 100 متر. كما قلنا 200 متر الأولى أسرع، ولكن شكون اللي اسرع فيهم؟ واش 100 متر الاولى ولا 100 متر الثانيه؟ 100 متر الثانيه هي الاسرع، لان في الاول كيكون الديماراج، تكون لا فيتاس ديال العدائين باقي ما وصلتش لواحد الحاله قصوى، تكونوا العدائين مازالين في ديك الدوره في الفيراج ومازالين يلا تياخذوا بلايصو، من بعد عاد تيدخلوا في ديك لا لين دغوات باش كتزيد تطلع لا فيتاس ديالهم بتواجد كما قلنا الطاقه اللي كاينه في الخزان ديال العداء واللي كيستعملها باش تكون الفيتاس ديالو اسرع فاسرع. و100 متر الثانيه هي الاسرع في كل 800 متر كامله، ثم 100 متر الثالثه الرابعه الخامسه السادسه حتى السابعه هناك شبه استقرار، حتى كتجي كما قلنا 100 متر الاخرانيه الثامنه، فالعداء السرعه ديالو ابطا من جميع المئات متر اللي داز منهم من قبل، هي البطيئه جدا، وذلك بسبب تراكم الحمض اللبني في الجسم ديال العداء. ولكن واش كاين شي عدائين عندهم 100 متر الاخيره سريعه؟ ورجعوا هنايا للعداء 1500 متر اللي عندهم قدرة على تحمل الحمض اللبني، وناخذوا المثال ديال سعيد عويطة اللي كان في سباق 800 متر تيبقى في الاخر وتبدا يطلع بواحد الشكل متصاعد الى 100 متر الاخيرة اللي كيحاول اتاكي فيها ويكون اسرع ويربح بالفينيش. ونفس الشيء كانت كديرو حسنة بن حسي اللي كتلعب تاكتيك سعيد عويطة، كتبقى في الاخر ديال السباق كتطلع بالتدريج، ثم 100 متر الاخيرة كتحاول تنتزع ميدالية بالفينيش، لأن حسنة بن حسي فهي عداء في الأصل ديال 1500 متر. والعكس بالنسبة لأمين العلو اللي كنا كنشوفو عنده واحد المعاناة كبيرة في 100 متر الأخرانية، بالعكس أن الفيتاس ديالو كتبان أنها كتولي ضعيفة بزاف. مسألة البقاء في الوراء ثم الصعود فيما بعد، فدار حتى العداء محجوب حيدة في أحد السباقات اللي كان فيهم تحطيم رقم قياسي عالمي داخل القاعة بحضور ويليام كيبكيتر، بقى في الآخر ديال السباق، ثم شفنا أنه طلع وانتزع ميدالية الفضية في هذا السباق اللي كان سريع وكان فيه تحطيم رقم قياسي عالمي، فهذا تيبقى تاكتيك باش كانوا كيجريو بعض المغاربة. مسافة 800 متر هي مسافة جات ما بين 1500 متر و 400 متر، ولذلك فهي فيها السرعة وكذلك القدرة على التحمل، والعداء خصو يجمع ما بين الاثنين. هناك عدائين بحال دافيد روديشا اللي تيستطع يوفق ما بين 400 متر و 800 متر، عنده أيضا أرقام جيدة مقبولة في 400 متر. هناك عدائين تيوفقوا ما بين 800 و 1500، وخير مثال على ذلك توفيق مخلوفي ديال الجزائر. تدريب 800 متر تعتمد على السرعة والبويسونس القدرة، ممكنش فقط نخدمه القوة البدنية، لأن خدمنا القوة البدنية كتير غيولي عندنا عضلات كبيرة، وبالتالي الدورة التانية غيولي صعيب أنك تكملها لأن الوزن تيشكل عائق بالنسبة للعداء. وكذلك ما يمكنش فقط نخدمه التحمل فقط، لأن التحمل وحده ما يخليش العداء سريع في السباق، فتقسيم الجهد أثناء السباق هو تيرتكز على فيزيولوجيا العداء والإمكانيات البدنية اللي عنده، الطريقه باش كيتدرب والطريقه باش يقسم التدريب ديالو. في مسافه 800 متر العداء ما محتاجش الارانب باش يحطم رقم قياسي عالمي، كيعول فقط الامكانيات ديالو البدنيه، ثم انها مسافه اللي كتطلب تركيز عالي لان المده فاش كيدور السباق فهي مده قصيره، وابسط خطا ممكن ان العداء يخسر به السباق. شكرا لكم على تتبع هذا المحتوى وهذا الفيديو هذا، والسلام عليكم.